القاعدة النفسية وهي المشكلة الكبرى عندنا وهي القدرة على التعايش العم حفظه الله يكرر هذه الكلمة كثيرا ثقافة التعايش احنا ما نقدر نعيش مع الاخر، الرجل ما يقدر يعيش ويا مرته، ماكو تعايش، الا في بعض المتدينين، الله تعالى يقول: وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، بيت العنكبوت، بيت لا تعايش فيه. المرأه تاكل الرجل في بيت العنكبوت الانثى تاكل الذكر في تفصيل احنا كثير من بيوتنا بيوت العنكبوت كل نزاع وخلاف وخصام اثنين انا ما يتمكنون يعيشون مع الاخر سلطانان في الكرة الأرضية ما يتمكنون يتعايشون لأن هذا يقول أنا ذاكم يقول أنا ويشن أحدهما الحرب على الآخر أما فقيران يعيشان على سجادة واحد سجاد واحد أنا ويا أنا ما يجتمعان احنا ذاتنا هي المحور في هذا الوجود ما نعبر بس هذا هو الواقع يعني ننظر الى جميع الامور من خلال انفسنا جاء واحد الى النبي صلى الله عليه واله كما في الروايات قال اللهم ارحمني وارحم محمدا صلى الله عليه واله ولا ترحم معنا احدا، فابتسم النبي صلى الله عليه واله وقال: يا هذا لقد ضيقت واسعا، رحمه الله واسعه. حتى في ادعيتنا عندنا مشكله صغيره في حياتنا تؤرقنا، نفكر فيها. ملايين يموتون في العالم جوعا عطشا أصلا أما احنا في البيت نزاع وخصام ليش؟ لأن الرجل ما يقدر يعيش ويا زوجته تقولون أن الزوجة هي المقصر فلتكن إذا واحد عند تصميم على التعايش يتعايش بدل ما يخرب البيت ويخرب اطفاله واولاده لان البيت المتوتر يربي افراد متوترين قلقين تعايش وارتاح وارح وكذلك المرء في مجتمعنا شريكان ما يتمكنون يتعايشون <applause>